الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بصيام أكثر شهر رمضان وبلغنا العشر الأواخر منه بأمن وأمان. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه وإلى هداية العالمين أرسله. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله أيها الأحباب، أيها الكرام، فهي وصية الله لنا وللأولين وللآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها الكرام، من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا ومن نعمه التي لا تعد ولا تحصى أن من علينا بصيام رمضان، وبلغنا العشر الأواخر منه لندرك إن شاء الله فضيلة ليلة القدر. ودائما سبحان الله تكون أواخر الأعمال في الإسلام أو في أكثر الأعمال فيها الخير وفيها البركة. خذوا مثلا يوم الجمعة الذي نحن فيه اليوم، آخر ساعة منه هي ساعة القبول، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه، يعني قبل المغرب بساعة. فوافقت هذه الساعة هذا اليوم رمضان والعشر الأواخر، يعني نور على نور. وكذلك تأملوا في الثلث الأخير من الليل حين تقوم وتصلي وتتهجد، ويكون النزول الإلهي، فيقول الله سبحانه وتعالى: ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأجيبه، ألا هل من مستغيث فأغيثه، حتى يطلع الفجر. وكذلك أيها الإخوة، إن من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله ومات بعدها دخل الجنة. انظروا إلى رحمة الله، إلى عطاء الله، إلى جود الله سبحانه وتعالى. لكن الناس يفرطون ويتكاسلون ويسوفون، وما يدري الإنسان، ربما يفجأه الموت في أي لحظة. وها نحن اليوم كم نسمع وكم نرى من الأحباب والأهل والإخوان والناس يموتون صغارا قبل أن يموتوا كبارا. كم من يموت من الشباب ويموت من هو في مقتبل العمر، فلنستعد لذلك. أيها الإخوة، إن أهل القبور كما قال ابن الجوزي قال: يتمنون لو عادوا إلى الدنيا وصاموا يوما واحدا. أهل القبور، أهل المقابر، يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليصوموا يوما واحدا، ليصلوا ركعة واحدة، ليسبحوا تسبيحة واحدة. فأين نحن من ذلك أيها الإخوة؟
اللهم ايقظنا من الغفلة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، إن آخر رمضان كما ذكرت لكم فيه منحة، وهذه العشر هي بمثابة توديع للشهر. نودع شهر رمضان، نصلي القيام مع الجماعة، نصلي ما نستطيع في بيوتنا، نتهجد، نذكر الله، نقرأ القرآن، ندعو، نتصدق، نقوم بأفعال الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والأعمال كما ورد في الحديث في صحيح البخاري بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فاختموا شهركم بالتوبة والإنابة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار، يعني كانت في السباق، ميدان السباق الخيل يسموه مضمار، والملعب يسمونه كرة القدم المضمار. إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار، نعم، بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق. يعني في بداية السباق يكون مشها شوي شوي، ثم قبل أن تصل إلى الهدف تعطي أقصى ما عندها من القوة والنشاط والفاعلية لتحصل على النتيجة المشرفة. وهكذا المسلم، هكذا المسلم ينشط في آخر رمضان، لا يتكاسل، يبذل ما عنده، لأنها فرصة، لأن هذه رمضان والعشر الأواخر من فرصة عظيمة في ليلة القدر. هل تعلمون ما ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؟ كم يعادل ألف شهر؟ تعادل 83 سنة عبادة. أنت في ليلة واحدة تحصل على عبادة 83 سنة. الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، لله الشكر، لله الفضل، لله المنة أولا وآخرا. فلا تكن الخيل أفطن منك، الكلام لابن الجوزي، فلا تكن الخيل أفطن منك، فإنك إن لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. نعم، قد يكون قد قصر الإنسان، وكلنا يقصر، وكلنا يأثم، وكلنا يقع، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يحسن، ويقول الحسن البصري: أحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى، فاغتنم ما بقي فلا تدري متى تدرك رحمة الله. فهذه أيها الكرام مواسم الربح والغنيمة. لقد كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل العشر، كما روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم: وجد وشد مئزره، يعني جد اجتهد، بذل ما عنده، اغتنم كل فرصة، ما تمر منه فرصة ولا وقت إلا يسبح، يشكر الله، يحمد الله، يقرأ القرآن، لا يضيعه في الكلام الفاضي ولا في اللغو ولا في مشاهدة المسلسلات والتمثيليات الهابطة ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، يستعرض من كتب في الفيسبوك أو في الواتساب وكذا، ويمضي الوقت وهو لا يدري ساعات كثيرة. لا، اغتنم هذه العشر وتفرغ فيها لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنها عظيمة وكبيرة الأجر. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. قال العلماء وقال ابن عباس رضي الله عنه: هذه الليلة هي ليلة القدر المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم، نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة دفعة واحدة، ثم تنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم منجما في فترة تقدر ب23 سنة، وهي مدة دعوة النبي وبقائه في الدعوة صلى الله عليه وسلم. نزل حسب الأحداث وحسب الوقائع.
وفي قوله تعالى يفرق فيها كل أمر حكيم. انتبهوا إخواننا إلى تفسيرها، يفرق فيها كل أمر حكيم. قال تقدر في تلك الليلة، تقدر فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط وكل ما أراده الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة. يكفيكم أيها الإخوة ما أخبر به الصادق المصدوق الذي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديقا واحتسابا يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وخرج ليخبر أصحابه، إلا أنه تلاحى اثنان من الصحابة يعني تخاصمان فأخفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله، حتى يجتهد الإنسان في كل العشر في يعني في الأوتار وفي غير الأوتار لعله يدرك فضيلة هذه الليلة، لعله يصل إلى ما يريد من مغفرة الله سبحانه وتعالى. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أقول إن وفقت في ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا الصيام وأن تجعلنا ندرك فضيلة ليلة القدر يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله أولا وآخرة، الحمد لله ولي المتقين والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكفى بها نعمة. أيها الإخوة الكرام، لقد نزل في هذه الليلة أعني ليلة القدر، نزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، نزل فيها سورة كلكم يحفظها. يقول الله تعالى إن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وإنما سميت أيها الإخوة ليلة القدر بالقدر لعظيم مكانتها عند الله ولشرفها، هذا قول في تفسير القدر. وقيل سميت بالقدر من التضييق، فأما نعم وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه من التضييق، تضيق الأرض. لماذا تضيق الأرض؟ بنزول الملائكة من السماوات كلها، من السماء السابعة والسادسة والخامسة والرابعة إلى السماء الدنيا، والروح أيضا جبريل عليه السلام ينزلون كلهم إلى الأرض، ينزلون يستغفرون للمؤمنين، ينزلون بالسلام والأمن للمؤمنين، يعني يحد لا فيها شر ولا فيها عقاب ولا فيها سخط، هي للمؤمنين سلام حتى مطلع الفجر. وقيل في معنى القدر أيضا أنها تقدر فيها الحياة والموت والرزق وكل ما يحدث للإنسان، فاغتنموا هذه الفرصة أيها الإخوة لا تضيعوها. بارك الله فيكم، فإن فيها الخير الكثير والجزاء الوفير من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده، وأن يعتق رقابنا ويغفر لنا أجمعين. هذا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد أمركم المولى بذلك، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تعظيما لنبيه
وتعليمك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صالح أعمالنا واجعلنا عندك من المقبولين وأعتق رقابنا ورقاب والدينا والمسلمين أجمعين إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين وانصرهم في أرض الشام وانصرهم في اليمن وفي العراق وفي كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. اللهم اخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم من تجرأ على كتابك وتجرأ على سنة نبيك فأدنا به يوما أسودا، أنزل به سخطك وعذابك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح أولادنا وأصلح ذرياتنا وارحم أمواتنا واشف مرضانا وعافنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها مآبنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إخواني، نذكركم بالتبرع لصالح المسجد في هذا اليوم، ففي هذه الأيام الصدقة تضاعف للإنسان، فالمسجد بحاجة إلى مصروفات وإلى نفقات، فلا تبخلوا عليه، بارك الله فيكم. هو يقوم بأمر الله ثم بمساعدتكم ومساعدة أهل الخير، فأنفقوا. اللهم أعط موفقا خلفا، اللهم أعط موفقا خلفا، اللهم أعط موفقا خلفا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.